وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل 9 بعنوان حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي في مملكة البحرين، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بما توليه مملكة البحرين من جهود ملموسة ومتواصلة لتقديم المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لإشراك المرأة عنصرا فاعلا في المسيرة التنموية الشاملة. أكد سعادته أن مملكة البحرين حققت نجاحات بارزة على الصعيد العالمي تعكس حرصها واهتمامها بشؤون المرأة الدبلوماسية. من جانبه، أعربت سعادة الأستاذ هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن اعتزاز المجلس بعلاقاته الوثيقة مع الشركاء لمتابعة كل ما يلزم لضمان التنفيذ التام للحقوق التي نص عليها دستور البلاد، والتي جاءت صريحة في جانب تساوي الحقوق والواجبات بين مواطنيها نساء ورجالا. وقدم سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية مقارنة حول حقوق المرأة في المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية، أشار فيها إلى النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وحقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن المرأة تلعب دورا حاسما في كل أهداف التنمية المستدامة 17. من جانبها، أشادت سعادة السيدة رويد الحاج بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في تعزيز حقوق المرأة وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعنى بحماية حقوقها. وقالت سعادة السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إننا نحتفل بالقيادات النسائية ومساهماتهن في إعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. أشار الدكتور أو سعادة الدكتور أكلم خليفة المستشار الإقليمي حول قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى أننا نفخر بالتعاون مع شركائها الوطنيين في البحرين. من جانبه، أكد سعادة السيد نجيب فريجي مدير المعهد الدولي للسلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مملكة البحرين تسير متقدمة في كوكبة البلدان الملتزمة بمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت منذ 4 عقود. لا يسعني في بداية أعمال هذه الورشة إلا أن أشيد بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام بشؤون المرأة وتطورها وتمكينها من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من جهود ملموسة ومتواصلة لتقديم المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لإشراك المرأة عنصرا فاعلا في المسيرة التنموية الشاملة. كما لا يفوتني أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للجهود الملموسة التي يبذلها المجلس في سبيل تقدم المرأة البحرينية وتهيئة الظروف اللازمة لتلبية احتياجاتها وتحقيق تطلعاتها وتمكينها. لقد أولت الحكومة الموقرة اهتماما ملموسا لتوفير البيئة اللازمة لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية انطلاقا من توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى والمرتكزات الأساسية الواردة في دستور مملكة البحرين التي أكدت على تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء. كما إنها لفرصة طيبة بأن نقف أمام ما تحقق للمرأة واقعيا مع احتفاء المجتمع الدولي لذكرى يوم المرأة العالمي تحت شعار المرأة في مواقع القيادة نحو تحقيق مستقبل متزاوي في زمن هذه الجائحة، للقيام بمراجعة متأنية لتتبع أثر التطبيق وللوصول بالنصوص التشريعية والسياسات الوطنية إلى جوهر التنمية الشاملة الذي لن نستطيع قياس جدواه إلا من خلال مقاربات علمية تستخلص عوائد الاستثمار في المرأة كرأس مال بشري وتوضح في المقابل حجم الخسائر والتكلفة المعنوية والمادية المترتبة على غياب المرأة عن ساحة التنمية. وهذا بالضبط ما سعت له مملكة البحرين عندما بدأت مرحلة جديدة من العمل المؤسسي برؤية
تعتمد على إدماج احتياجات المرأة في المسارات التنموية وصولاً إلى تحقيق عدالة المشاركة بين المرأة والرجل. فكانت البحرين في هذا الشأن تحديداً من المبادرين بوضع خطة عمل وطنية لنهوض المرأة البحرينية اعتمدها رأس الدولة قبل أكثر من 15 عاماً، ونتج عنها المئات من المبادرات سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو البرامجي، والتي اندمجت بدورها في صلب عمل مؤسسات الدولة. وقد عمل المجلس طوال تلك الأعمال على تأطير كل ذلك تحت مظلة ما نسميه اليوم النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين بمحاوره المتعددة وبشراكاته المتفرعة مع كافة سلطات ومؤسسات الدولة، والتي تصب في نهاية المطاف في مرصد وطني يقيس تلك العمليات بشكل حيادي وموضوعي، ويضع على طاولة صاحب القرار تقارير دورية لقياس التقدم المحرز وبكل شفافية ومسؤولية.